الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين في هذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع السريع والمكثف إلى حد ما مقدمة إلى البرمجة الخطية بعدد كامل، المقصود Integer Linear Programming. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا وعلى بركة الله نبدأ. الآن هناك مسائل عديدة في البرمجة الخطية لا تكون مدخلاتها أو لا يحتمل الحل فيها إلا أعدادا أو كميات كاملة، انتجر بسميها احنا. بمعنى آخر يعني إنتاج سيارات لا نستطيع أن ننتج سيارة وربع وسيارة ونصف وهكذا، وبالتالي هذه مسائل مهمة جدا. لنفترض بأن مسألة تعظيم أرباح واجهت باحثا ما، وذلك بتقرير الكمية المنتجة من نوعين من الكراسي، كراسي عادية وكراسي فاخرة. فهنا الآن إنتاج كراسي، الشكل الأول كراسي عادية، الشكل الثاني كراسي فاخرة، وبالتالي هنا الباحث أمام مشكلة أو مسألة بأنه يجب عليه أن يقرر كمية أو عدد الكراسي العادية وعدد الكراسي الفاخرة التي ينبغي على النجار أو هذا المصنع أن ينتجها كي يعظم أرباحه. وبالتالي لا تحتمل هنا لا يحتمل العدد إلا عدد كامل، يعني 5 10 20 50، والفاخر كذلك الأمر، لا يمكن أن نقول والله 50 كرسي وربع الكرسي وهكذا. فهذه المسألة اللي هي Integer Linear Programming. في هذه الحالة لا يستطيع الباحث إلا أن يحدد كمية كاملة من الشكلين، ولا بد للكميتين أن تكونا كاملتين، مطلوب بها عدد كامل Integer. تأتي مسائل البرمجة الخطية بإعداد لكميات كاملة على ثلاثة أشكال. الأول مسألة تأتي فيها كل الكميات، قيم المتغيرات القرار نسميها كاملة All Integer، المقصود فيها بمعنى آخر أنه متغيرات القرار X, Y, Z, W مهما كانت لا تأخذ إلا قيما كاملة. النوع الثاني مسألة تأتي فيها الكميات مختلطة من كاملة وعادية Mixed Integer، هاي نسميها All Integer أو Total Integer. Total Integer هنا Mixed Integer، بمعنى آخر هناك متغيرات قرار لا يمكن إلا أن تأخذ رقم أو كمية كاملة، وهناك تغيرات قرار أخرى بالمسألة ذاتها بتكون عادية، يعني 1.5 20.75% وهكذا. الشكل الثالث تحدث عنه في مقطع سابق، مسألة الكميات الثنائية اللي هي باينري، لا تأخذ متغيرات قرار فيها إلا واحدة من قيمتين، إما 0 أو 1 صحيح لو باينري 0 to 1. هذا تحدث عنه، الآن سأتحدث فقط عن الشكلين الأول والثاني بإذن الله. عادة ما يسمى نموذج النوع الأول، هذا النوع الأول نموذج الكميات الكاملة بالصافي Pure Integer، بمعنى آخر لا يمكن أن يحتمل إلا فقط كل متغيرات القرار فيه بتكون كميات كاملة، أو نموذج كلي الكميات الكاملة اللي هو Total Integer. الآن سننظر في مسألة، لنفترض بأن النموذج الآتي هذا يمثل إنتاج شكلين من الكراسي X فاخرة وY عادية، هذا هو نموذج الكميات الكامل Total Integer اللي هي المسألة الأولى الشكل الأول، لأنه لا يمكن إنتاج كرسي وربع أو ما شابه ذلك، إذ لابد من إنتاج كمية كاملة من أي نوع. هذا الآن يعني الباحث أنت وأنا مطلوب منا أن نعظم في ممكن profit، ممكن يعني المهم P هي عبارة عن الدالة للهدف التي يراد تعظيمها، P تساوي 11X زائد 15Y، P تساوي 11X زائد 15Y subject to خضوعا للقيود الثلاثة الآتية 8X زائد 10Y أقل من أو تساوي 41، وعندي 20X زائد 15Y أقل من أو تساوي 71، و6X زائد 8Y أقل من أو تساوي 13. وفي جميع الأحوال هذه X وY أكبر من أو تساوي صفرا. الآن هذه المسألة، اللهم صل على سيدنا محمد، يؤذن في عمان، الله أكبر محمد ذكر الله، أذان العصر والحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من التوابين الصالحين حيثما كنا، وأترحم على الوفيات التي حدثت في زلزال المغرب وإعصار ليبيا، رحمهم الله وتقبلهم إن شاء الله، تقبلهم قبول الحسنة يا الله يا أرحم الراحمين. الآن كيف يمكن لنا أن نمثل هذا النموذج بالقيود؟ هذا الآن مستوى ديكارتي، أرجو الانتباه على الأعداد هنا،
بالتالي أول قيد اللي هو 8x زائد 10 أقل من أو يساوي 41، وبالتالي يكون عندي نقطة تقاطع الأفقية 5 فاصلة، يعني كيف حصلنا عليها؟ الآن جعلنا واي تساوي صفرا، فيبقى عندنا 8x أقل من أو يساوي 41، وبالتالي 41 قسم على 8 طلعت الآن 5.1255، هاي لأكس وصفر لواي، وهنا هذه النقطة هي صفر لأكس و4.1 لواي، وبالتالي هذا القيد الأول. أما القيد الثاني الآن، هذا هو القيد الثاني، 20x زائد 15y أقل من أو يساوي 71، فالإحداثية بتكون كمالي 3.55 وصفر، وهنا عندي 0.4.433. والقيد الأخير 6x زائد 8y أكبر من أو تساوي 13، إذن هذه القيد، هذه الإحداثية الأولى 2.167 صفر، والإحداثية الثانية اللي هي العمودية 0.1625. في الحالة هاي لاحظوا لي الآن، يعني القيد الأول، القيد الثاني، القيد الثالث، لاحظوا لي أن الآن هذه المسألة بتقول لي إنه القيد الأول أقل من أو تساوي، بالتالي اتجاه نحو نقطة الأصل، والقيد الثاني أقل من أو تساوي 71، معناته وكذلك الأمر نحو نقطة الأصل، لكن هذا نحو الأعلى، يعني إلى اليمين وإلى الأعلى، فلأنه 6x زائد 8y أكبر من أو تساوي 13. إذن الآن طبعا نقطة إحداثية هون، عندما حلينا المعادلتين، يعني نقطة التقاطع هنا قمنا بحل المعادلة، هذه المعادلة وهذه المعادلة آنيا، وجدنا بأن نقطة التقاطع اللي هي لأكس 1.187 ولواي 3.15. فإذا الآن هذا السهم يؤشر إلى أنه ما يسمى بالمجموعة الممكنة إلى الأسفل هنا، وهذا القيد إلى الأسفل، هذا القيد إلى الأعلى، وبالتالي هنا الآن المجموعة الممكنة، هذه المجموعة الممكنة. عندما أدخلنا الآن بجدول بسيط هذه الكميات هنا 2.167 وصفر، ثم 3.55 ثم صفر، وهذه القيمة 1.1787.315 ثم صفر و4.1 وأخيرا الآن 0.1625، وضعناهم بجدول وحسبنا الدال للهدف، فكان الآن القيم كما يلي، هذه أول قيمة 2.167 هذه، وصفر لواي، فكان قيمة الأوبجكتيف فانكشن أو الدال للهدف 23.837. أخذنا القيمة الثانية اللي هي 3.55 هنا، وصفر لواي، كانت قيمة الدال للهدف 39.05. أخذنا القيمة الثالثة هذه 1.187 وثلاثة واحد خمسة، كانت قيمة الدال للهدف 60.307، وقبل الأخيرة هذه القيمة 0 مع 4.1، 0 لأكس، 4.1 لواي، كانت قيمة الدال للهدف 61.5، وأخيرا هذه القيمة 0 فاصلة، عندي طبعا 0 ثم الآن لواي 1.625، فقيمة الدال للهدف 24.375. أعلى قيمة كمان نلاحظ هذه القيمة، لكن هنا أؤكد لكم بأن X و Y يجب أن تكون عدد كامل، يعني لا يمكن أن ننتج 4.1 كرسي من الكراسي العادية، يعني هنا فهمنا بأن X صفر لا ننتج X، لكن كيف يمكن لنا أن نفهم أننا يجب علينا أن ننتج 4.1 من الكرسي حتى نعظم أرباحنا؟ هناك خيارات ممكنة كي نخرج من هذه المعضلة، منها تخفيف قيد الكميات الكامل، نسميه احنا relaxation of the integer problem، تخفيف قيد الكميات الكاملة على النحو الآتي: اختيار أقرب كمية كاملة للنتيجة التي نحصل عليها، وهي في هذه الحالة أقرب قيمة لها 4، و4 تأتي، يعني ممكن نقربها للخمسة، لكن الخمسة غير ممكنة، والأربعة هي تأتي في ضمن المجموعة الممكنة، فهنا بأكد عليها، بهذه الحالة y تساوي 4 x تساوي 0، ما يعني بأن البروفيت P تساوي 4 في 15، هنا يعني 4 في 15، 0 في 1 طبعا، تساوي 60، وبالتالي هذه الآن، يعني ضربنا احنا
صفر في 11 زائد 4 في 15 بي هذه، فبكون الجواب 60. والتقريب يأتي هنا، التقريب يأتي على شكلين، تقريب إلى الأعلى بسموه upward rounding، وتقريب إلى الأسفل بسميه downward rounding. لكن في جميع الأحوال لابد أن يكون الحل المقبول ضمن المجموعة الممكنة، لا يمكن أن نتعدى إلى اليمين أو إلى الأسفل هنا، يجب أن يبقى الحل مهما كان نوعه يجب أن يكون ضمن المجموعة الممكنة. هذا الآن 60 ليس الحل الأمثل، لكنه الحل الأفضل، الأفضل ضمن المعطيات التي لدينا. يجب أن تكون X وY كميات كاملة، 1 2 3 4، في هذه الحالة 0X وY تساوي 4 ليس 4 1 بالعشرة. إذن هذا الريلاكسيشن أو التخفيف من القيد. ننتقل إلى الآن طبعا هنا عفوا التقريب هنا، أؤكد بأن التقريب هنا لاحظوا إلى الأعلى، إذا قربنا هذه إلى الأعلى لتصبح يعني من بدل 1.187 أصبحت 2، وهذه 3.15 أصبحت 4. هذه الآن مقابل التقريب إلى الأسفل 1.3، لاحظوا لي هذا غير ممكن لأنه خارج المجموعة الممكنة، ليس هناك يعني 2 مع 4، لا يمكن 2X و4Y، وهنا 1.3 ممكن لكنه غير أمثل، وبالتالي لابد أن نرجع ونعود إلى أنه ننتج 4 من Y وصفر من X حتى تكون الأرباح أعظم ما يمكن. ننتقل الآن لنفترض بأن النموذج الآن يتعلق بإنتاج شكل واحد من كراسي X، وأن Y تمثل متغير عادي، يعني الآن لاحظوا لي الكراسي فقط X لكن Y تمثل شيء آخر. هذا هو نموذج مختلط من كميات كاملة وكميات عادية، mixed integer. الكمية الكاملة هي X أكبر من أو تساوي صفر، يجب أن تكون عدد كامل بالمعطيات نفسها. ما الذي يحدث هنا الآن؟ في هذه الحالة لا تأخذ X إلا قيمة كاملة، ما يعني بأن تمثيل الكميات المتغير الكامل X ستكون على شكل خطوط مستقيمة عمودية كما هو مبين الآن. إما بتكون X صفر ثم 1 مثلا أو 2 أو 3، هذه الآن هذه X تساوي صفر، هنا X تساوي 1 صحيح، هنا X تساوي 2، هنا X تساوي 3، وبالتالي لابد أن نبرمج. يعني الآن نريد الآن إذا افترضنا هذا معروف بالنسبة إلي، إذا كانت X تساوي صفرا لاحظوا لي X Y تساوي 4 بالحالة هاي، وبالتالي هنا ضرب يعني الخط المستقيم بضرب هذا القيد اللي هو القيد الأول كما تلاحظوا. بالنسبة إذا كانت كمية X تساوي صفر بقينا تحت القيد الأول، 2 إذا أصبحت X تساوي 2 انتقلنا من القيد الأول للقيد الثاني، هذا القيد الثاني، هذا القيد الثاني هنا، وبالتالي الجدول الآتي افترضنا X تساوي صفر 1 2 3، Y عندما حسبنا بأي قيد، يعني الآن القيد الأول القيد الثاني القيد الثالث القيد الثالث، لاحظوا لي هذا الأول الأول الثاني الثاني، وبالتالي عندما حسبناها كانت كميات X 0 1 2 3، Y كانت محلينها كما ينبغي هنا، يعني من افترضنا أنه مثلا إذا بالقيد الأول، هذا القيد الأول إذا افترضنا بأن X تساوي صفرا فإن Y تساوي 41 قسم على 10 تطلع عندي 4.1 بالعشرة، لكن يعني لأنها كمية عادية وبالتالي يمكن أن نصفها بأنها 4.1 بالعشرة، فبكون الأرباح 60. هنا إذا القيد الثاني افترضنا عفوا القيد الأول اللي هو بتكون كم كمية X تساوي 1 صحيح، Y تساوي 3.3 بالعشرة، بكون الأرباح 60.5. إذا كان عدد الكراسي 2 Y تساوي 2.0667، الأرباح 53، وأخيرا هذه الرقم، وبالتالي أعظم ربح يجب أن يكون عندما تنتج المنشأة فقط كرسي واحد مقابل أن تستخدم 3 وحدات 3.3 بالعشرة وحدة من Y اللي هي متغير عادي. أوكي، فهذا الآن الشكل الأخير. الآن نفترض بأن النموذج يتعلق بإنتاج شكل كراسي الفاخرة X وأن عفوا Y وأن X متوسط كلفة النقل. لاحظوا اللي بدلنا قبل قليل، إذا بتلاحظوا أنه كانت X عدد يعني كمية كاملة Y متغيرة عادية، أما الآن Y كاملة وX
متوسط كلفة، وبالتالي يعني كمية عادية نسميها احنا. هذا هو نموذج مختلط من كميات كاملة وكميات عادية، لكن واي أكبر من أساوي صفر عدد كامل. ما الذي يحدث هنا؟ بعد ما أدخلنا البيانات الآن في هذه الحالة لا تأخذ إلا قيمة كاملة، ما يعني بأن تمثيل كمية أو كميات متغير الكامل واي ستكون على شكل خطوط مستقيمة أفقية. هذه كانت عمودية، أرجع لها، هذه عمودية لكن الآن ستصبح أفقية. هذه الآن إذا كانت 2، لأنه واحد غير ممكن، لاحظوا لي هون واحد غير ممكن، قال لي واي لا تأخذ إلا القيمة 2 أو 3 أو 4. هذه الآن أرجع لها الآن، هذا 2 هذا 3 هذا الآن 4، وأكس ممكن أن تأخذ أي قيمة، المهم أن نكون داخل المجموعة ممكنة. فعندما حسبناها عندما كانت، لأنه واحد غير ممكن، لاحظوا لي هنا واحد لواي غير ممكن، ففقط 2 3 4 الممكنات. فوضعنا الآن واي تساوي 2 أو 3 أو 4، أكس بالحالة هي عندما قمنا بحلها لاحظوا لي أنه كل القيم أتت على، عفوا القيمة الأولى أتت على القيد الأول، القيمة الثانية أتت على القيد هذا، هاي القيمة 2 أتت على القيد الثاني، هذا على القيد الثاني، هاي على القيد الأول، الأول اللي هي عندما كانت هنا آخر واحد فيهم. فبتكون بالحالة هاي اللهم صل على سيدنا محمد واي 2 3 4، هاي اللي هي 4، فبتكون قيمة X في كل حالة مقابلة إلها 2.05 1.3.05، هذه الأرباح. وبالتالي أعظم ربح ممكن هو إذا أنتجت المنشأة 4 كراسي فاخرة واستخدمت 0.005 اللي هي متوسط النقل. يبدو أنه كلما زادت كمية الإنتاج النقل، يعني وحدة خلينا نقول متوسط الكلفة بقل، لاحظوا أنه انخفض من 2.05 ل 1.3 ل 0.0، وهي منطقية بالاقتصاد الجزئي هنا. أخيرا الآن أذكر بأنني قدمت مقطعا سابقا عن الباينري، أرجو الرجوع إلى اللي هو المدخل 0 أو 1، أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجع الرجوع إلى المقطع الذي خصصته للباينري أو 0 1، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.